السلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد على ماشين لسل مع فدوى. الفيديو بتاع اليوم هو البارتي 2 من السيفي. كما تعرفوا عملت بارتي 1 ورديتكم لي سيت ويب اللي يجمو يعاونوكم باش تلقاو دي تومبليت مزيانين. عطيت فيهم دي كونسي، وريت فيهم دي سيت تجمو تلوجو عليهم دي زوفر دومبلوا، وريتكم زيدا دي سيت باش تلقاو معناتها لي لتر دو موتيفاسيون. فهذي تخلينا اليوم في الفيديو اليوم باش نحكيو على كل ما يخص الكونتوني نتاع السي في نتاعك، بيان سور كوتي ديزاين وكوتي اليمون نيسيسير وبرشا برشا فازات اخرين. دونك قبل ما نبداو تعملوا لي جيم وفولو من غير ما نوصيك، وبربي هكا بارطاجيو الفيديو في ما بين اصحابكم في الفيسبوك، فازات كيما هكا ميسيال شراهو، والله لا نتقلق منكم كان تبارطاجيوه. داكوغ، سينون بلي قبل ما نبدا بون سي باش نبداو، جست حبيت نحكي لكم على السيت هذا ما حكيتش عليه في الفيديو اللي فات. هما دو سيت عندك هذا freezoom.com. دونك السيت هذا تحفون زيدا في دي كفر ليتر، فيه حتى هو جوب سيرش، معناتها تنجم تلوج على اوفر دومبلوا، تنجم تلوج على انترفيو، لي كيستيون اللي تسالوا في الانترفيو كيفاش تجاوب عليها، معناتها يعاونكم داك. وفيه بيان سور فيه بليزيور تومبليت، دونك تفرجوا فيه وشوفوا معني تاخذوا ايدي داكوغ. باه السيت الثاني وينو هذا داكوغ، دونك سي في ميكر راهو يعمل معناتها فيه فازة تكتب بالعربي داكوغ. سينو باش نبداو توا على بركة الله نمشي ونشوفوا السي في نتاعنا ونشوفوا لي بارتي اللي لازم يكونوا موجودين في اي سي في داكوغ، سوا سي في نتاع متخرج ولا نتاع واحد عنده ديجا اكسبيريونس في الدومين داكوغ. شوفوا عاود نقول انا جو سوي با معناتها جو سوي با بروفيسيونيل في فازة السي في ومن عاش، مي باش نعطيكم انا المعلومات اللي عندي وبار اكسبيريونس والكل داكوغ. دونك شوفوا اهم حاجة واول نقطة هي مهما سي في لازم يكون عنده تيتر ولازم تصويرتك به. بالنسبة للتصويرة شوفوا التصويره لازم تكون بروفيسيونيل، سواء برا مشيو عند مصور تصوروا وخذوا فيرسيون الكترونيك وحطوها، والا شوف انت بلاصه بيضاء معناتها من وراك جست معناتها الاولاد ان شوميز والبنات حتى هو مذاك ان شوميز ولا حاجه، والتصويره تكون واضحه فهمت، ما يكونش فيها لي كولور ولا لي زاريير بلون سافا با ولا يكون مكياج برشا نقول عليك في عرس داكا. دونك هذه حاجه معروفه. سينو نجيو لفازه التيتر. شوفوا بالنسبه للتيتر entre parenthèses مهما خدمه تحب تبعث لها لازم السي في نتاعك التيتر اللي فيه يكون كيما التيتر نتاع لوفر دومبلوا. اش معناتها عجبتك اوفر دومبلوا نتاع مثلا انسيون داراب باش تجي هوني تكتب انسيون داراب، عجبتك اوفر دومبلوا نتاع كونسيي بيداغوجيك باش تكتب كونسيي بيداغوجيك داكوغ. ديزولي بنتي تضحك. سينو كوا دوتر، دونك التيتر مهم برشا. انا قلت لكم تعملوا 3 فيرسيون من السي في نتاعكم، نعاود نقولها علاش تعمل كوبي انجلي وكوبي فرونسي. بالنسبه للكوبي فرونسي الفيرسيون فرونسي اللي باش تعملها باش تعمل وحده سبيسيفيك، معناتها وحده اللي مره تزيد فيها ومره تبدل فيها، وباش تعمل وحده اللي الديزاين نتاعها ماهوش اتيس فراندلي، معناتها ما يتعداش من سيستم اتيس باش تخليه لي زوفر دومبلوا اللي باش تبعث لهم من بوات ميل نتاعك. دونك هالنقطه وضحتها. نجيو هنا التصويره والتيتر، كيما قلت لكم التيتر كل مره تجي تبعث السي في نتاعك باش تبدل التيتر، ونعاود نقولها وين ما تجي تبعث السي في نتاعك تبعثو كوبي بي دي اف، ما تبعثوش وورد والا باوربوينت داكوغ. نبداو باش تحط الاسم واللقب. بالنسبه لي ما تخرجين جد هذه باش تحيوها فازت هنا، ما تعملوش اكسبيرونس عندك نتاع عامين تعمل نتاع عامين. سينو تحتها باش تحط لادريس ايميل، مثلا منعش انا سكايب سمع بيت سورتو هذه سكايب كانك باش تبعث اوفر دومبلوا نتاع البرا حطها، سينو سي با لا بين. وبيان سور كان عندك سكايب يبدا بروفيسيونيل اسمك بوان لقبك مثلا،
وبيان سور التليفون التليفون ديما عملوا بليس 216 وحطوا وهنا فازت افيلابل ايميديتلي ان الفيرسيون تاع السي في اللي قاعده نخدم فيها توا باللونجلي داكور دونك بالفرنسي تعمل ديسپونيبل ايميدياتمون باهي داكور انا نحاول نعطيكم لي دو فرونسي و انجلي سينو شوفوا اول حاجه لازم السي في نتاعك يكون المحتوى نتاعو سهل في القرايه اش معناتها معناتها مش كيفاش يشوفوا الريكروتور يجم معناتها حتى كي يعمل عليه نظره نتاع 6 معناتها 6 سكوند فيت في يعجبو معناتها الا تير دونك شوفوا توا ولاو في وقتنا توا ماذا بيك ديما هونيا تعمل كارير جولز اند اوبجيكتيف هذه قول عليها لمحه عليك انت انت شنو الاوبجيكتيف نتاعك انت شنو الحاجه اللي تحب تعملها ما نعرفش فهمتوني ولا قول عليك انت باش توصف روحك شني كارير جولز معناتها الاوبجيكتيف نتاع الكارير نتاعك مثلا انا هوني بون انا نعطيكم ليكزامبل انا عامله ليكزامبل سينو نتوما الماكسيموم هوني تلقى 5 سطور هي هذه هي لمحه عليك انت على معناتها مثلا هوني committed and dedicated professional with a proven ability to advise motivate and build a strong relationship with people in order to deliver the best result هذه خاطر انا نخدم في الدومين نتاع ليدوكاسيون داكور بون انتر بارونتيز خاطر هذه خدمتي مي معناتها مثلا بيك انت تلوج على جملة تعبر عليك أنت مثلاً هنا committed and dedicated professional تجم تستعملها with a proven ability مثلاً to work long hour ولا معناتها فهمتوني جو بونس راكم فهمتوني شوفوا كلكم تحبوا معناتها اللي واحد وما عرفش معناتها ولا مثلا يحب يكتب هكا جملتين ولا سيرتو الباراغراف هذه يعني مش الكونتوني نتاع السي في الكل يجم يبعث لي في الانستغرام وانا نقول له اسكو سي بون نصلح له معناتها نعاود نحاول نعطيه ايدي في الدومين نتاعو خاطر كل واحد اش باش يكتب سينو هوني تكتب ماي جول از تو جوين an organization which invests in students with the skills and willingness to improve the efficiency open سرتو هالجمله هذه اي واحد يجم يستعملها open to new opportunities challenges I am confident that my experience dedication and education are adequate and valuable for the position انت ما عندكش experience تجم تحيا وتعمل my dedication and education are adequate and valuable for the position فهمتوا معناتها قول عليك باش تبيع روحك بون تبيع مش معناتها حاجه خايبه مي معناتها تو بروموت يور سيلف معناتها تعطي لي بلوس نتاعك انت قول عليك معناتها فهمتني باش هو كيف يشوف هذه كارير جولز اند اوبجيكت معناتها الفقره هذه مهمه 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 برشا 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 معناتها اهم حاجه في الـ في الـ في السي في كامل كان لاحظتوا انا حاطه لي ديبلوم لوطا داكو دونك توا وليت ياسر مهمه سورتو كانك انت مازلت جديد في الدومين ماذا بيك تعمل هكا الدبلوم نتاعك خليه لوطه خاطر هما ولاو يشوفوا انت شنو لي زوبجيكتيف نتاعك شنو ما لي بوين فور نتاعك شفتوهم هذوما هوني سكيلز اند سترينث معناتها لي بوين فور نتاعك داكو بالفرنسي والله جو بونس هوني هذا سي في فيه بالفرنسي بروفايل فورماسيون انتيري ثم لي زوبجيكتيف expérience intérêt formation اللي ما فيهاش مي بون نشوف لكم بالفرنسي شنو هي مي نتوما تعرفوها سكيل اند سترينث معناتها كيما نقولوا المهارات نتاعك باش تحط هنايا القليله هذوما انا حاطه 10 هما ماكسيموم 10 ما تحطش اكثر 5 5 ماكسيموم داكو كي تحبوا والله انا جو سي معناتها باش با اونكور ديسيدي مي كي تحبوا السي في هذا معناتها كيما نقولوا سكيلات نخلي لكم هذه فازه سكيل وسترينث نخليها والكارير معناتها نعطيكم هذوما اللي تيتر بالانجلي نعطيه لكم ونخليها لكم هكاك اللي حبيت لي شارجي نجم يبدل فيه معناتها اللي يحب الديزاين هذا سينو كيما قلت لكم عندكم بريسكو دي سيت واستعملوا اي حاجه تعجبك اما بون بي او ما تاخذوا هكا مثلا هذوما لي بوين فور والكل سينو مثلا هوني برو اكتيف اند دايناميك ادفانسد كمبيوتر سكيلز ريزلت اورينتد هاي ليفل اوف موتيفيشن اند سنس اوف انيشيتيف committed to cultivating student leadership انا هذه بون تمام نستعمل هي سا دي بون انتم الدومين نتاعك دونك شوفوا راهو كي تقعد جمعه وانت تخدم في السي في ماهيش حاجه فارغه بالعكس راهو حاجه مهمه راهو السي في معناتها على قد ما تانفيستيس معناتها في السي في نتاعك وشنو تكتب وشنو ما تكتبش على قد ما تلقى دي ريزلتا في اللونغ تيرم داكوغ دونك
دونك عندك انا بالنسبه لي هذوما اللي بارتي اللي انا قاعده نحط فيهم في السي في نتاعي. معناتها لازم منهم تحكي شويه على روحك، تعطي لي بلوس نتاعك، معناتها انت هارد وركر. مثلا نعرفش انا كانك تو ديفلوبي اون ابليكاسيون، راك مغروم بالديفلوبمون، فازيت كيما هكا، معناتها انك انت تو تحب تخدم، تحب تي في دوني، تحب نيو اوبورتونيتيز، نيو تشالنج، معناتها تو تانفيستيس، معناتها كلك فهمتوا فازت كيما هكا. خاطر تو هيك المارشي دو طرافاي هيك اش نحب سينو فازت سكيل وسترانث، ومن بعد بداو في الاكسبيرينس امبلويمنت اكسبيرينس. هوني باش تحط، شوف انتم اللي ما عندوش اكسبيرينس باش يحط بارتي، ولا باش تعمل باش تكتب انت اكسبيرينس، اما باش تكتب الستاج اللي عملته نتاع البي اف. راهو البروجي دو فان ديتود كيما حكيت في قداش من فيديو، قلت البروجي دو فان ديتود اللي تري 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 important، راهو هو اللي يجم يحدد لك مستقبلك. سيبوزون انا عملت نشوفه، من نعطيكم اكزامبل نتاع انجينير دانفورماتيك خاطر هيك الدومين اللي نفهم فيه. سيبوزون واحد يقرا في الانجينير انفورماتيك، دبر ستاج في شركه، عمل ابليكاسيون موبيل اندرويد. هو هوني باش يكتب، هو راهو عمل الابليكاسيون وخدم بها وعمل سيتونس نتاعو، معناتها الى فاليدي. باش يجي هوني باش يكتب، باش يكتب ما يكتبش ستاج دو بي اف، باش يكتب انجينير انفورماتيك، انجينيور انفورماتيك، انجينيور انفورماتيك كاو داكور. هذه معناتها باش تكتب هوني اسم البوست اللي خدمته، هذه توا اللي انا جي سيليكسيوني هكا اون غري، باش تكتب اسم البوست اللي عملته انجينيور انفورماتيك. تحته باش تكتب ميشن ان تاسك كاريت اوت، معناتها باش تعمل ميشن بالفرنسي دو بوين الميشن، وباش تعمل دو بوين تقول اسمها ات اسم هوني اللي تروا فيه بالازرق هذا البارتي هذه هيت نعملو فيها دي بوان هكا ونعمل هيلكم اون روج. باش تكتب هوني اسم الشركة، اسم الشركة انترناشنال حاجة داكا، ومن بعد تعمل اسباس وتكتب من وقتاش لوقتاش. مثلا عملت 6 شهور من جانفي 2021 حتى مثلا جوان 2021، باش تكتب لادات. هذوما اسم البوست واسم الشركه ودات، هذوما ديما اي اكسبيريونس تعملها ثلاث حوايج لازم تحطهم، راهو لازم تحطهم داكور. بربي معناتها نعملو ريكاب اي سي في ولا حتى في العقل ونعملوه به. دونك في كل امبلويمون، في كل اكسبيريونس عندك تحطها ثلاث حوايج. يبدا شي عندك شهر عملت ستاج مثلا نتاع بيرفيكسيونمون، ولا ستاج ديتي شهر في بانكا، تحطو تحط اسم البوست مثلا، نعرفش انا نعرفش شنو البوست في البانكا، كونسيي مثلا ولا حاجه، تحط اسم البوست هكا هوني، هيت نحطو اسم البوست هوني نعملوه بالاخضر فيغ اسم البوست، تحط تحتو كلمه ميشن ان تاسكاريد اوت هوني، انتوما بالفرنسي تعملو ميشن دو بوان، وتكتب وين اسم البنكه، ومن بعد تكتب من شهر كذا. ما اسمع سي با لا بين تعمل 10 سبتمبر حتى ال 31 ما نعرفش انا قداش جويليا، نو ديما تعملوا الشهر والعام سي با لا بين تعملوا لي دات زايده الفزع به لا اله الا الله محمد رسول الله. هنا باش تعملوا لي بوين، بربي هنا كي تبداو لي بوين هذوما راهم ما تستحقروهمش. شوفوا هذوما ما نجمش انا ندخل في لي ديتاي، مي انت باش تكتب لي تاش اللي عملتهم. انا النصيحه اللي نجم نعطيها لكم، تجمو انتوما كي تدخلوا لينكدين مثلا تلوج على واحد عمل ستاج كيفك، ولا واحد خدم خدمه كيفك، وتشوف السي في نتاعو هو شنو كتب، وتاخذ منه تنقل منه جمله ولا اثنين، ولا تاخذ من عنده تاخذ مثلا لي فيرب مثلا هنيه مثلا ادفايزينغ ديفلوبس كوردينيت. ما مثبيك ديما تستعمل لي فيرب، تستعمل دي فيرب ويكونوا معناتها دي فيرب فهمتوني، معناتها مش تقول جي في ولا نو مانج كوردينيت بروفايد، فهمت معناتها هكا دي فيرب نتصور كما فهمتوني، معناتها هكا استعملوا كلمات اللي يكونوا معناتها كلمه قويه، معناتها النيفو نتاعها قوي. مش مثلا مثلا واحد خدم بلوجيسيال يجي يقول هنيا j'ai travaillé avec le logiciel كذا، نو تقول مثلا لازمك، معناتها هذوما لازم يكونوا دي فيرب هكا، والله اللي عرفت المو نعبر عليه، معناتها يكونوا حاجه قويه، الفيرب يكون قوي، معناتها مثلا advising مهرش انا provide ensure coordinate، معناتها فهمت معناتها لي فيرب هذوما. تو نحاول برومي 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 بعد ما يهبط الفيديو، تو نحاول نهبط في الانستغرام
دي ستوري فيهم لي فيرب اللي يكونوا قويين في السي في. هكاك تسمو انتو نهبطهم بالفيرسيون فرونسي وانجلي، هكاك تعاونكم في السي في نتاعكم. داكو دونك انا اللي ننصحكم انكم تلوجوا على دي سي في ويشبه السي في اللي انت تحب هكا تعملوا في مخك الكونتوني نتاعو. تحاول مثلا تاخذ منه فكره شنو كتب هو في ليكسبيريونس نتاعو، تحاول تكتب جمل يكونوا كوريكت ما فيهمش اغلط، فهمتوني؟ باهي هذه الحاجه الثانيه. دونك ومن بعد نجيو للبارتي نتاع الاكاديميك باك جراوند. هنا سوا تكتبوا ايدوكيشن ولا تكتبوا معناتها ايدوكاسيون ولا اكاديميك باك جراوند، هنا باش تحطوا لي زاني اللي قريتو فيها وباش تحطوا لي ديبلوم نتاعكم. بون انا خاطر بالانجلي انا جو سوي انجينيور ان انفورماتيك معناتها سبيسياليتي نوفيل تكنولوجي دانفورماسيون كومونيكاسيون. شوفوا هنا باش تحطوا اكاديميك باك جراوند بيه، ونجيو الانترست اند ليجر اكتيفيتي، هذوما بالفرنسي هما انتري. انا والله حاجه باهيه راني تو عطيتكم معناتها لي بارتي صعاب في الانجلي عطيتهولكم، تعرف قداش باش لقيت هالكلمات ولوجت وكل، والله عطيتكم خلاصه الخلاصه. بيان سور هوني باش تحطوا لانجويج سكيل داكوغ. بيه انا تو باش نتعداو للبارتي نتاع لي سيرتيفيكا اللي خدا سيرتيفيكا من السيت ايدامي ولا من الاي تي اكس ولا من الكورسيرا، كيفاش تحطوهم في السي في نتاعكم. سينو بربي هوني بالنسبه للي بوين، لي بوين هذوما اللي هذوما لي بوين هوني في لي بوس، بربي ما تستعملوش مثلا هذه لا داكوغ، هذه نو، استعملوا سوا كارو سوا سيركل هكا داكوغ. راهم ماهوش سيستم معناتها راهم سيستم هذوما لي دو معناتها سيركل هذا وهذا راهم اتيس فرندلي. دونك نعملوا ريكاب، مهما سي في لازم فيه التصويره، دونك لا فوتو نتاعك بيان سور حاجه تكون بروفيسيونيل، لازم اسم لوفر دومبلوا معناتها ماذا بيكم ديما السي في نتاعك تحطوا فيه لوفر دومبلوا، راهو اول حاجه يشوفها لاتيس التيتر داكو. وثاني وثالث حاجه تو لي زانفورماسيون باش يتصلوا فيك، كان عندك زوج تليفونات حط زوج تليفونات، عندك سكايب حط سكايب، سكايب يكون بروفيسيونيل، الايميل نتاعك لادريس وبيان سور هذه فازت ديسپونيبل ايميدياتمون. باه نتعداو توا هذيا كارير جولز اند اوبجيكتيف، هي تسمى راهي كيما البايو، قول عليك باش تعمل بايو مي ماكسيموم 5 سطور معناتها تعمل سمول بايو داكو. نتعداو دونك عندكم هذيا سكيل وسترانث سوا تحطوها هوني سوا تحطوها لو طابل كل كوم فو فولي، مي توا ولاو معناتها سي سي ان ستيل نتاع بروموت معناتها شنو هما لي بوين فور نتاعك، ماذا بيهم ديما يكونوا في الباج الاولى. باه شوفوا بالنسبه للجماعه اللي معناتها مازالوا متخرجين دونك لازمكم صفحه واحده داكوغ. وشوفوا بالنسبه للتاي نتاع ليكريتور التاي هذيا سي استناتيكم سي 12 ولا 11 داكوغ، ما تعملوهش لا 14 لا حتى شي ديما صفروا فيها. وبالنسبه للتيتر التاي نتاعكم 14، تعرفوا كيفاش تو نحط لكم انا تو نقص فيه شويه نحط لكم فات هذيا معناتها هو لي تيتر لي غون تيتر باش هكاك انتم تجمو تبدلوا فيه وتزيدوا فيه اللي يحب يستعمل السي في هذا. سينو دونك عندك بارتي نتاع هوني ليكسبيريونس نتاعك. دونك شوفوا هوني كانك انت مثلا مشارك في جمعيه ولا شاركت في كلوب داكو باش تحطها هوني في هوني في انترست اند ليجر اكتيفيتي، باش تقول راك مشارك في كلوب كذا اسمه داكو ولا عملت مثلا حضرت في كونفرنس ولا كذا ابار تو نحكيو على لي بارتي سيرتيفيكا. وبيان سور باش تحط ليدوكيشن وكما قلت لكم مهما اكسبيريونس لازمك التيتر نتاع البوست، حط تيتر حط عملت انت ستاج بي اف في في معناتها في نعرفش انا في عند كونتابل باش تحط هوني مثلا. شوف انت شنو اسم معناتها اختار اسم نتاع الستاج اللي عملته اسم، ما تقولش ستاج دو بي اف، انت اصلا كي تحط هوني معناتها 6 شهور واحد واحد تعرفوا ستاج دو بي اف داكوغ، والدات والاسم الشركه لازم منهم داكوغ. وبيان سور انت مهما واحد يا بربي اللي عمل نقطه مهمه برشا كانكم عملتوا ستاج في اي شركه في عند كونطابل في بنك في كلينيك نيمبور، خذوا كيف تكملوا خذوا اتيستاسيون خذوا شهاده راكم عملتوا ستاج من الى هيك الورقه راهو يجمو يطلبوها لكم منها، ما تعرفوش على الظروف تجم انت تتقبل في خدمه يقول لك جيب لي الورقه اللي عملت بها الستاج هذا نتاع 6 شهور داكو. سي اون ايبروف بروف سي اون ايبروف سي ان بروف اون بروف انك عملت استاج داكوغ، دليل خاطر ثم شكون يكذب سبحان الله داكوغ. دونك نتعداو توا الاخر بارتي من الفيديو، نعرف راني طولت عليكم اما بربي بربي اللي ما عمل لي جيم يعمل لي واللي بربي يشجعوني خاطر فريمون ما نكذبش عليكم وليت مانيش قاعده نشوف النوبغ دو في شويه معناتها في نهارين ثلاثة ايام 50 في مانيش قاعده مشجعه برشا، دونك شجعوني 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 وميرسي.
والله كي تكتبوا كلمه حلوه راني نفرح. بربي حبيت معناتها دخلت الانستغرام نتاعي اللي ما يعرفوش اسمه لسلام الفدوه، جست حبيت نوريكم فالور اليوم 28 اوت 2021. جست ا تيتر دانفورماسيون خذيت عملت لا دوموند نتاع ايد فينانسيير في ماتيير بايثون وجيت على سيرتيفيكا وبحثت هلي. جست حبيت معناتها خذيت من عندها لوكي بور بارتاجي، دونك خذيت ريتو الاسم لونيفرسيتي معناتها اي سيرتيفيكا باش تاخذوها من الكورسيرا اس فيها اسم لونيفرسيتي وبيان سور اسمكم واسم لا ماتيير والدات. دونك انا توا باش نوريكم في السي في، في السي في كيفاش تجيبتي البارتي هذه نتاع السيرتيفيكات باش تكتبوا هكا اونلاين سيرتيفيكات داكور، كيما مثلا كيما كتبتوا ايدوكيشن واكاديميك باك جراوند والكل باش تكتبوا هوني اونلاين سيرتيفيكيشن وباش تجي هوني باش تكتبوا اسم لا ماتيير. هي عملت بايثون سبيسياليزيشن دونك اسم لا ماتيير تحطوها، تعملوا دو بوين اسم منين خديتوا الفورماسيون، خاطر كيما قلت لكم ثم بليزيور سيت على انا عملت دو فيديو واحد على الكورسيرا واحد على ليدامي، ثم دي زوتر سيت ويب معناتها يعملوا اونلاين سيرتيفيكت اونلاين فورماسيون. دونك هوني تكتب اسمها كورسيرا كورس ودو بوين لا دات اللي جاتك فيها لا سيرتيفيكا داكور. دونك بالنسبه لهذوما ليرن تو بروغرام اند اناليز داتا ويز بايثون، هذوما تلقاهم ديجا في لوبجيكتيف نتاع لا ماتيير اللي قريتها انت اول ما تبدا تقرا في الماتيير، هو يحط لك شنو لوبجيكتيف شنو باش تتعلم داكور. دونك انت باش تاخذ جملتين ولا ثلاثه من لي زوبجيكتيف اللي تعلمتهم وباش تحط هنا انت شنو تعلمت هنا ليرن تو بروغرام، مثلا تنجم تحط اناليز مثلا هنا نعملوها في جمله وحدها كما قلت لكم ديما حاولوا تستعملوا كيما هكا شوفوا حاولوا تستعملوا ثما كيما نقولوا كيورد استعملوا كيورد كيما هكا achieved developed first assigned فهمتوا دي فيرب اللي يكونوا قواو معناتها فيهم كوم كوا tu as fait معناتها فهمت لاكسيون. دونك كيما هكا develop data structure and networked application داكور program interface using كذا كذا. دونك كل سيرتيفيكات تتعلموها سواء باش تاخذوا جملتين من لوبجيكتيف وتحطوهم، تكتبوا اسم السيرتيفيكا الموقع اللي خذيتوه منه وشوفوا كي تعملوا بربي هذه نوتي بيان كي تعملوا شو اسمه لا اله الا الله محمد رسول الله كي تمشوا تحضروا في الانترفيو كان سالوك على هالسيرتيفيكا راهي بالفلوس، دونك انت شوف هي بقداش البري ومعناتها خلي في مخك كان سالك تقول له على البري سواء في اليوديمي سواء في الكورسيرا وما تقولوش راني عملت لا فاينانشال ايد لا حد شيء خلصت اون لينيا سي بون داكور. دونك جوست بربي رمارك اخيره جوست تفكرتها، دونك هوني كي تكتب انت اسم الفورماسيون وكورسيرا كورس هوني اكتب الاسم لونيفرسيتي اللي جاتك منه الشهاده، هي في ليكزامبل اسم هي السيرتيفيكا اللي جات الفالور بتاعي في انستغرام مانشستر يونيفرسيتي يونيفرسيتي جوست باش تكتب اسمها داكور. دونك نورمالمون كملت حكيت معاكم الحكايه الكل راني جوست عملت هكا صار نحيت لي اسباس من ليكزامبل نتاع السي في هذا و فو سافي كوا معناتها بوركو با تو الكوبي هذه الورد اللي هي فيها صفحه تو نحطها لكم اللوطه تو نحطها لكم في ان سيرفور اون ليني ونحط لكم اللين تحت الفيديو هكاك اللي حبيت لي شارجيها يحب يعمل كوبي كولي واللي يحب يحط قدامه باش يتبع عليها معناتها سي افو دو عملوا بها اللي تحبوا اللي انتريسي سينو كان ما جنتوش تيلي شارجيوها يجوني الانستغرام وقولوا لي داكور. وكل عاده من غير ما نوصيك عملوا لي جيم وفولو بجي ربي يشجعوني باهي مانيش باش نتقلق منكم كان بارتاجيتو الفيديو اون تو لي كا جو فو سويت بون كوراج وكان عندكم دي كيستيون حطولي معناتها كان ثم معلومات انا ما حكيتش عليها ولا عندكم حاجه معينه تحبوا تسالوا عليها حطولي في معناتها هوني في تحت الفيديو في كومونتير سينو اكتبوا لي كلمه مزيانه قولوا لي عجبكم الفيديو رايكم داكا وكل على تبعوني في الانستغرام راهو فريمون معناتها جو بارطاج حوايج اللي تنجم تعاونكم كوغامون حتى هكا دي بوست دو ترافاي وثم فازيت على لي بورس معناتها قاعده نبارطاجي فيهم في الجروب نتاع التليجرام ولي فورماسيون اللي فيهم دي كود كوبون وفازيت خرينا. يلا نقول لكم بون كوراج و بروشان فيديو ان شاء الله. ميرسي.